السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور والفقيه والعالم ديالنا والأستاذ ديالنا. حياك الله سي صالح، بارك الله فيك مولاي. بخير عمي قريبا بخير. أعزك الله خويا. والله إلا راني مشتاق لك واحد تقريبا واحد 3 سنين و4 وأنا كنتصل حتى اليوم. لا إله إلا الله، بارك الله فيك، الله يحفظك ويرعاك سي صالح. قريبا بخير. نحمد ربي ونشكروها مولاي. بخير مع الصحة. ولله الحمد، الله يبارك فيكم أسيدي. نطلب الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الابتلاء يا رب يا كريم. جميع الله يحفظ جميع المسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام يا رب. أستاذ عمي كريبان. نعم سيدي. والله إلا قلت لك راني فرحان اليوم، واسمح لي على شوية. سي صلاح أخويا، كدير الأحوال عندكم في إقليم الرحامنة؟ كي كيتعاملوا المواطنين تما؟ واش كياخذوا الاحترازات والوقاية ديالهم؟ الناس اخويا كيتكلموا على هادشي، واللي تلاقيت معاه بحال كوا ولا شي حاجه كيقول لك اودي راه كاين وكاين، راه سمعتي البارح قالوا، راه في الاخبار المعلومات الحمد لله متوفره عند الناس، كاين الوعي. راه السياطات هاد الاسواق الاسبوعيه هي اللي شويه عمي قريبا كيكون فيها شويه الاكتظاظ وشويه. واش هاد الناس في الاسواق الاسبوعيه ما وصلهمش الارشادات وهاد الوعي باش يتشكل عندهم؟ لا الحمد لله، دخلت السلطات والجامعة الترابية وكيدخلوا بين الناس وينصحوا الناس على ما يصير. إن شاء الله يا ربي سي صلاح، يا ربي تحفظهم جميعا إن شاء الله، نيتهم تحفظهم بإذن الله. يا ربي أمين ودي عمك ربان. أنا بالنسبة لي في البادية. أيه يا ودي عمك ربان، وكاين أنا والوالدة وأمي مسكينة كتقول يا نوضة وليدي غسل بالصابون. هذا اللي يقولوا مزيان. الوالده كترشدك السي صالح. والله العظيم ودي. وشكون اللي وعى الوالده السي صالح؟ شكون اللي وعاها؟ واش كتسمع الراديو والتلفازه ولا شي واحد كيوعيها؟ قسم شويه عاد داقلين طب الله تي الله يشافيها ودعمها شي دعوه ودعم كريزه. الله يشافيها ويحفظها يا رب. اسمع مسكينه وتسمع من الراديو هذه، تحط واحد راسها كتقول يا راني سمعت وسمعت. تبارك الله، الله يطول عمرها ويحفظها لكم يا رب. امين ودي عمك ربان. نحكي لك واحد القصه ودي عمك ربان، واخا الموضوع ماشي واخا مع مكالمات كثيره، واخا تفضل باختصار. تفضل سي صلاح. انا عمك ربان كنت شويه باقي طايش. اييه تقريبا فات المراهقه شويه، كنت باقي طايش وربما بغيت تلاح البلية والخمر وداك الشيء. اييه ودي عمك ربان واحد الليله ونعست بحال كونيه وكنشوف يا ربي السلامه بحال شي حاجه وقعت، بحال الدنيا غتفنى بحال شي حاجه. اييه ايوا نط مخلوع في الصباح. أيه؟ انا غادي اختصر لك، نط في الصباح مخلوع، بقى نط ديك الغاوت اللي غوت في الليل بقيت مخلوع بحال كوك. سمعت عنه قريبان؟ اييه كنسمعك السي صلاح. ايوا قلت لك نط مخلوع الصباح، ما قديت نفطر ما والو، وداك الشيء كنفكر ديك الحال ما حاز ليا بين عينيا والو، ما بغاش كاع يزهر ليا حتى حاجه، ولا سميتها وديك الخلعه وقلبي كيدير تراك 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 بالجهد. لا اله الا الله. ايوا عم كريبان مشيت والو، هذيك النهار ضليت ما صافي، قلت لامي والو، مشيت دخلت المحمي الحمام عند، قلت اليوم غنبدا ان شاء الله نصلي. هذي الشيء اللي وقع ليا بحال العظيم، والخاطر ديالي ما زاقياش، والماكله تقول ما بغاش تدوز ليا، قالت لي الوالده خاصك تمشي للطبيب، وهذي ربما ما عندك شي حاجه. مشيت للطبيب، زرت الطبيب نيت دوز حكون هي ديما البدن ديال قيت مزيان، الصحه ديالك مزيانه كلها، المشكل عندك في دقه القلب اللي كتضرب بصح. لا راه خويا راه شي خلعه راه ولا شي حاجه، راه هي اللي وقعت. لا جيت ودي عم قريبان وثاني بقات في ديك خلعه قايد، تبدا تقرب تروح الشمس صافي كنتهز. الله يشافيك سي صلاح، الله يشافيك مولاي. ايوا مشيت ودي عم قريبان، ما هذا خرج لي شي دواء ما دار معايا والو، عاود مشيت لمراكش الطبيب نفساني. اييه حتى هو داك الشيء اللي حكى لي خرج لي شي دواء صافي ما دار معايا والو، قايت هكاك ودي عمو قريبان، عاود طلعت لكازا ندور تما يبدل الجو شويه على العائله،
مشيت على البحر كنشوف فيك قوة ديال البحر. أول مرة سبحان الله العظيم نشوف البحر. الله يشافيك يا ربي. كنقول القوة كلها عين الله سبحانه وتعالى، هذا ما غايقدرش عليا أنا. سبحان الله. آمن في داك الشيء في القوة ديال الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وزيت أودي عمي كريبان صافي، وأنا نحيد الدواء وحيد كل شيء. قلت الإدارة الله هي اللي كاينة، أنا ما عندي كاع من نفس خايف دابا. الله أكبر. الحمد لله وباستماع إليك وليت كنستمع لك، وأنا عمري ما قريت كاع ولا شي حاجة، والحمد لله استفدت منك بزاف. ودي عمك ريبان الله يرحمك. العفو سي صلاح، بارك الله فيك أخويا. ودي عمك ريبان الحمد لله هذه شي 5 سنين ولا 6 كنصلي كنذكر الله، وعطاني في واحد الكتاب توا. إيه؟ واحد القرآن. إيوا الحمد لله بقيت كندير مجهود باش كن نحفظ. تا واحد يقول ما قرا سبحان الله العظيم، كل شيء يسر لي الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك ويشافيك سي صلاح. الله يحفظك يا مولاي. وانت قريب اللي جات على خاطرك قرات شي شويه. اييه نتبركوا. اييه تفضل سي صلاح. وبغيتك تسمح لي ودي عمك قريب نسمح لي المستمعين. لا ربما ورافتي البركه ما عرفتيش عد من، ربما القرايه ديالك تكون هي الرحمه والبركه اللي غتنزل علينا جميعا. وبغيتكم تسمحوا لي وتسمحوا لي المستمعين. لا لا تفضل تفضل، مرحبا بك سي صلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنتم بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. تبارك الله سي صلاح، حفظك الله ورعاك الله. هنيئا لك أخويا، هنيئا لك. هذا نطلب من الله عز وجل قراءة مغربية جميلة الحمد لله، مجهود جبار. بارك الله فيك. الله يصلحك سي صلاح. شكرا بزاف ثاني. شكرا ودي عمي قريبان. وما والله ودي عمي قريبان ما كرهتش نطلع لكازا نشوفك. يا ألف مرحبا. يا ألف مرحبا مولاي. شكرا بزاف ودي عمي قريبان بزاف بزاف ما تصورش. شكرا لك سي صلاح، هنيئا لك. عطيه ودعمك قريبا قبل ما ربما طولش عليك. نعم. دابا كنشد هاد السجيل ديالك. اي سيدي. كنديرو في التليفون وكنديرو في مكبر الصوت، ومن كنكون خدام نهار كنطلقو اللي جا كنقول اسمع لعمي كرش. بارك الله فيك سي صلاح، الله يصلحك يا مولاي. كتضل مطلوقه ودعمك قريبا سبحان الله العظيم، وما عمري مليت منه ولا شي حاجه. ودابا دابا سي صلاح ان شاء الله تعالى هاد التسجيل ديالك انت راه الناس غادي يسمعوه. دابا راه تسمع عرفتي فين بعدا؟ راه تسمع في المغرب كله وتسمع خارج ارض الوطن. وقريتي قراءه واحده، ولكن هذه كما قال الله تعالى كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شكرا لك سي صلاح، حفظك الله حفظك الله ورعاك الله. وهذا الخواتم بقره الايات المكرمه، كل القران نزل فوق الارض الا هذه الايات. خواتيم البقره نزلت في السماء العليا ونزلت
ليلة الإسراء والمعراج، وحنا إن شاء الله تعالى الأمة الإسلامية قاطبة مقبلة هذا الأسبوع على ذكرى الإسراء والمعراج في 27 من رجب، وهذه الآيات معظمة رحمة الله الأمة من اللي نزل قول الله تعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت، في كل مرة يقول الدعاء يقول ربي قد فعلت قد فعلت قد فعلت. نحن أمة مرحومة، هذه قاعدة ثابتة غير قابلة للنسخ، أن الأمة الإسلامية مرحومة ببركة هذه الآية اللي قرأتها الآن سي صلاح كتسمى خواتيم البقرة. وسي صلاح اللي بغى به الله تعالى الصلاح راه كيبدا ليه برؤى منامية مخيفة، كيشوف القيامة كيشوف البعث كيشوف النشور، راه معظم الناس اللي كتلقاهم التزموا الطريق المستقيم راه بدأوا بمثل هذه الرؤى، كتلقى ربي بغى بك الخير كيعطيك رؤية منامية مخيفة. وربي دائما في الطريقة التربوية الإلهية اللي بغى يربي المجتمع اللي بغى يربي الله تعالى الحياة راه كيبدأ بالشدة. هذا الشيء اللي كيوقع دابا الآن ديال كورونا هذا في السر الإلهي ديالو، الله تعالى أراد أن يعيد تربية الخلق، الخلق انفلتوا من كلنا انفلتنا من الحدود الربانية، فأراد ربنا عز وجل أن يعيد تربيتنا من جديد، فبعث إلينا كورونا لكي يعيد تربيتنا ويعيد إصلاحنا. شوف دابا الآن شحال ديال الخير وقع في كورونا، كانوا بعض الناس كيبقاو في الملاهي وكيبقاو في كذا كذا ولا كلشي ملتزم البيوت ديالو، شحال من الواحد كان بزاف ديال الاشياء تغيرت، اشياء كثيره تغيرت، الاراء ديال الملحدين بانهم لا يؤمنون الا بما هو مرئي ومسموع، الان كان كيامنوا بان كورونا لا يرى بالعين المجرده، هو موجود في الهواء في كل مكان، شحال ديال الاشياء تبدلت. اللي بغى به الله تعالى الخير كيعطيه الشده اولا ثم يعيده الى الاصلاح. سي صلاح ربما تاخرت، انا كنعقل لما كنت في سنك كمراهق حتى انا شفت رؤيه مناميه مخيفه، رايت القبر، دخلت للقبر ورايت البعث والنشور ورايت كذا وكذا، ولكن ملي فقت شعرت بالفزع. عوض ان اذهب الى الطبيب للعلاج مشيت للجامع وقلت ندير شي مبادره، شنو المبادره نقوم بها؟ مشيت مع وليدات صغار في الحي الحومه ديالنا حدا مسجد الحسن الثاني بالضبط هناك حدا البحر كنا، فقلنا اش غنديروا؟ غندير واحد الحمله ديال تنظيف المساجد لعلنا اذنبنا واخطانا باش ربي يمسح لنا الصحيفه ديالنا من الذنوب، يلا نمشيو نسيقوا المساجد. ودرنا حنا واحد مجموعه ديال درت مبادره جمعت ولاد الدرب كانوا كيلعبوا الكره كيلعبوا الترومبيه كيلعبوا الكارطه كيلعبوا اشياء عاديه، قلنا اجي ندير واحد الحمله نقوم بتنظيف المساجد، وكل واحد كيقلب على شي دراهم كيشري جافيل وكيشري تيد وكيشري كذا مسحوق وكيمشي للمسجد وكنسيقوه. وملي كنسيقوا الجامع كنفرحوا كنقولوا ربي غسل الصحيفه ديالنا من الذنوب، هذيك سابق انسها 13 14 سنه. ثم هادشي ما كفناش قلنا نديروا اي مبادره، انا كنعقل المبادره اللي قمت بها كنت كنريح في راس الدرب، واللي بغى شي واحد يتسخر لي نسخر ليه، شي مره بغات دير الوصله ديال الخبز الفران نديها ليها، اللي يبغي حاشاكم يمشي حاجه في لابوبين هزو مشي نديه، علاش؟ باش ناخذ ديك الدعيه وكيقول لك سير الله يرضي عليك، سير الله يرضي عليك وكتاخذها. ولم نصل الى الطبيب ولا الى العلاج، اللي شعر بانه عنده صعوبه العلاج اين كان؟ اين موجود؟ ففروا الى الله، ففروا الى الله، سير الجامع اذكر الله تعالى، ولو ان دب المساجد اصبحت شيء مؤلم مؤلم اللي اصبحت مغلقه واولها المسجد الحرام في وضعيه مؤلمه، وشحال ديال المؤذنين كيبكيو كلما جاء وقت الصلاه وارادوا ان يرفعوا اصواتهم بالنداء كيقولوا الله اكبر الله اكبر، عوض ان يقولوا حي على الصلاه حي على الفلاح كيقولوا صلوا في دياركم صلوا في رحالكم، وكيبكيو وحنا كنبكيو معاهم، ولكن رب ضره نافعه. الحمد لله حتى هذه فيها منفعه، اننا ولينا كنصليو في بيوتنا مع وليداتنا، ما بقاش بيوتنا مهجوره، ولينا كنجمعوا نتوضاو جميعا، والزوجه كتوضا والوليدات كيتوضاو واللي معك في الدار كيتوضا، وكنديروا جماعه وكنصليو بعضياتنا. وسبحان الله العظيم من اعظم الطرق التربويه للاصلاح بين الزوج والزوجه
هذه كنا كنقولوها للناس في المحاكم ملي كيوقعوا الطلاق وكيجي القاضي كيبغي يصلح بيناتهم وكنلقاو نقلبوا على طرق نفسيه واجتماعيه وسيكولوجيه وبسيكولوجيه شحال ديال المصطلحات الضخمه وما كيتصلحوش ما كيتصلحوش كيف ما درتي معاه كيبقى النزاع. كنقولوا لهم حاجه واحده حافظوا عليها وهي خليكم في داركم الزوج والزوجه وخا منازعين صليوا بعضياتكم صليوا جماعه. الراجل هو الإمام والمرأة هي المأمومة ومعكم وليداتكم ومن بعد رجعوا عند القاضي ينظر في قضيتكم للطلاق ما كيرجعوش. ملي كيسولوا فيهم كنلقاو بأن الحمد لله قد انصلح حالهم. أعظم طريقة للإصلاح النفوس بين الزوج والزوجة أعظم طريقة لإصلاح النفوس بين الآباء والأبناء نجتمع على الصلاة الجماعية. رب الأسرة هو الإمام والوليدات وراه والزوجة معاه إلا وضبنا عليها ربي بغي ربينا. احنا كنا مضاربين مخاصمين ربي بغي ربينا من جديد وجمع الشمل ديالنا ولينا كنشوفوا بزاف الأسرة الأب والأم والوليدات والعائلة والحباب ولا تجمع عائلي. كورونا يجمعنا كورونا يعلمنا وقال لك رحم الله من علمني حرفا. كورونا علمنا كثير إن شاء الله غنفرض واحد الحصة في المستقبل ماذا علمنا كورونا في هذه الأيام. غادي يلقوا أنها دروس كثيرة وكثيرة وكثيرة وستصير مقررات في البرامج الدراسية فيما يستقبل. غتصبح الدولة كتوضع في برامج التعليم كورونا وعهده الزاهر عوض أن نلقى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب الهكسوس وكذا والحرب النازية ونقرأ على ستالين وهتلر وموسوليني غنقرأوا على كورونا ماذا فعل بنا وغادي نلقاو بأنه ما فعل بنا إلا خير أن عبارة عن حركية للإصلاح والولادة من جديد. شكرا لك أخي صلاح بارك الله فيك وأسعدك الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.